لو انا بتنقل من نادي اوروبي لنادي اوروبي دلوقتي وانا في التوب ليفل بتاعي وانا في التوب فورم يعني مثلا وانا عندي 23 24 سنه 25 سنه ممكن كان هيبقى سعري 50 او 55 مليون في الرقم ده كنت هبقى في الحته دي انا اعتقد يعني انت بتتكلم على دلوقتي الاسترايكرز اللي بيتنقلوا من انديه يعني الانديه اللي انا كنت بتنقل منها بتبقى كانت انديه كبيره من روما لتوتنهام